إذن كما كتشوفوا معنا مشاهدينا من خلال هذا البث المباشر كنتواجدوا بمدينة فاس، كما كنشوفوا اللي عفاتها يعني عديد من المدن المغربية كيفما شفنا مدينة مراكش والدار البيضاء سلا الرباط القنيطرة، كذلك بدورها فاس كتعيش يعني واحد تقلبات جوية ومناخية في مختلف ربوع المملكة كما كتشوفوا معنا من خلال هذا البث المباشر. يعني كاين واحد الحجاجه كبيره كيف ما لاحظنا في مدينه الدار البيضاء ومراكش، كذلك في مدينه فاس حتى هي لما بداو الحصيله كنشوفوا كاين واحد الزخات المطريه اللي بدات كتتنقط في مدينه فاس. اذا نذكركم بالحصيله الوبائيه لهذا اليوم، نطلب الله السلامه والعافيه. إذا المغرب اليوم كيسجل 3254 حالة جديدة مصابة بمرض كوفيد 19، كنشوفوا العدد ديال المتعافون وصل ل 2417 الحالة. للأسف نسبة الوفيات اليوم طلعت ل 51 حالة وفاة على مستوى الوطني اللي كنقسموا يعني عدد ديال الوفيات اللي كيتقسم بين المدن الشرقية والغربية. بالنسبة لهاد 51 حالة فهي موزعة على الجهات وأقاليم المملكة، كل من كازا الدار البيضاء سطات 20 حالة، جهة الشرق 5 ديال الحالات، الرباط سالا القنيطرة 5 ديال الحالات، طنجة تطوان الحسيمة 7 ديال الحالات، مراكش أسفي 6 ديال الحالات، سوس ماسة درعا 2 ديال الحالات، بني منال القنيفرة 4 ديال الحالات، درعا تافيلال حالة وحدة، فاس مكناس حالة وحدة. إذا كما كنشوفوا هاد 51 حالة فهي توزعت على المدن والأقاليم والجهات المملكة. نتمنى تكونوا كتسمعوني لأن كاين رياح قوية. بالنسبة لمدينة فاس اليوم سجلت 19 حالة، وبالنسبة للمتعافون ف 17 حالة اللي تم التعافي ديالها شفاء تاما على مستوى جهات فاس مكناس. إذا كنولي نذكر كل من تلحق به اللحظة من خلال هذا لون ديريكت، حنا كنبثوا لكم مباشرة من أمام حديقة جنان السبيل ومن أمام يعني هاد الأرياح العاصفية اللي كتشهدها جميع المدن المغربية نظرا يعني للحلول ديال فصل الخريف إلا كان عفوا تقلبات مناخية. نرجعوا ونذكروا أن المغرب اليوم سجل 3254 حالة جديدة مصابة بمرض كوفيد 19. بالنسبة للمتعافون الحمد لله اليوم غاد اللي شفاو أنهم كاين 2417 الحالة. للاسف ودائما كنقدموا احد التعازي لكل خوتنا المغاربه اللي حصلتهم الارواح ديال الكوفيد، اللي اليوم تسجلت 51 حاله وفاه على الصعيد الوطني اللي هي مقسمه كل الدار البيضاء سطات 20 حاله، جهه الشرق 5 الحالات، الرباط سالا القنيطره 5 الحالات، طنجه تطوان الحسيمه 7 ديال الحالات، مراكش اسفي 6 الحالات، سوس ماسة درعا 2 الحالات، بني منال الخنيفره 4 ديال الحالات، طبعا تافيلات حالة وحدة، وفاس مكناس حالة وحدة. إذا باش ما نطولش على كل خوتنا وحبابنا، نتمنى نكون دائما خفاف على القلوب ديالكم. نتلاقاو في الليل في برنامج مباشرة مع الفيلة باش نناقشوا معكم مواضيع اللي كتهم كل مواطنين والمواطنات معكم.